من دبي انضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي. أهلا بك رائد، شكرا على وجودك. يعني اليوم الأنظار كلها تتركز على انتخابات الكونغرس والانتخابات في ولاية جورجيا. لماذا برأيك قراءة الأسواق أن موجة زرقاء ليست أمرا إيجابيا؟ لماذا نشاهد تراجعات على العقود الأجل الأمريكية؟ بلا شك جورجيا مرة أخرى في انتخابات كذلك الأمر. طبعا هذه الانتخابات وفوز ديمقراطي جديد يضمن الأغلبية للديمقراطيين في الثلاث مجالس، خلينا نقول الرئيس ومجلس نواب وكذلك الأمر الكونغرس. الموجة الزرقاء تعني العديد من التغييرات التي قد يقدم عليها بايدن، تمرير كل الاتفاقات، تمرير تخفيضات، عفوا رفع في الضرائب، وهذا من شأنه بلا شك أن يكون سلبي وبشكل كبير على القطاع الأعمال وعلى وجه التحديد الأسواق الأسهم التي ممكن أن تتلقى ذلك بأمر سلبي أكبر، وبدأت تترجم هذا الأمر. كذلك الأمر الانفتاح على الإغلاقات الاقتصادية إذا ما تطلب الأمر في أي تطورات أو تداعيات أكثر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، أعتقد هذا هو مخاوف الأسواق حاليا، ولذلك نرى هذه الانخفاضات. ولكن يجب أن نعي مع وجود سياسات تحفيزية ضخمة وبرامج تحفيزية مالية ونقدية في آن معا، والوعود بمزيد من الحزمة التحفيزية من الحكومة الأمريكية على يد بايدن، هذا قد يخفف الانخفاضة، وبالتالي ممكن ما نشوف كراش بالماركت أو أنه والله نفقد الكثير من أو تفقد الكثير الأسواق، وإنما ممكن أن تكون هذه لساتها في الموجات الاندفاعية، ولا تزال الأسواق في عملية تصحيح لكن ضمن موجة اندفاعية كبيرة تستمر بوجود مزيد من التحفيزات والقروض الرخيصة، وبالتالي ارتفاع في قيمة أسواق الأسهم بشكل أكبر بغض النظر عن القيمة الحقيقية أو القيمة العادلة، وإنما ترجمة مباشرة للإنفليشن أو التضخم في الفترة القادمة. يعني تعتقد أن رد الفعل اليوم الذي نشاهده رد يعني في الأسواق سيكون رد فعل مؤقت، والأسواق ستعود من جديد للتركيز على برامج التحفيز وما يمكن أن يقدمه ديمقراطيون أيضا من المزيد من التحفيز، حتى ولو كانت مجالات التحفيز مختلفة عن برامج السابقة وبرامج الرئيس ترامب والإدارة السابقة؟ بلا شك هذا الأمر سيحدث محمد، لأنه في عنا نقطة كثير مهمة، لا يزال لا يوجد خيارات كثيرة أمام المستثمرين إلا أسواق الأسهم حتى الآن على وجه التحديد، حتى مع ارتفاع عوائد السندات فوق 1% لا تزال هناك انتقائية المستثمرين بالنسبة لأسواق الأسهم ووجود الفرصة القوية في بعض الأسهم الأمريكية، وبالتالي كميزان بالنسبة للمستثمرين يميلون أكثر إلى يعني أخذ المخاطرة في الفترة الحالية واستغلال هذه الانخفاضات، خصوصا يعني عم نشوف أنه نحن في عنا أحجام تداول لا تزال كبيرة جدا في أسواق الأسهم وفي الأصول عالية المخاطرة إجمالا، لا يزال هناك اتجاه وسيولة ويوجد حجم تداول ضخم، بالتالي هذا يبرر بشكل مباشر أنه هذه الانخفاضات أنه ممكن تكون انخفاضات صحية بالنسبة للأسواق، وبالتالي يعود مجدد الارتفاع. أيضا سوف لن يسمح يعني بايدن وإدارته الجديدة بأن يكون هناك انهيارات في الأسواق، وبالتالي كلمة تحفيز هي المفتاح السري لعودة الارتفاع. لكن رائد حجم تحفيزية إضافية ممكن. نعم عفوا رائد، يعني هل سيحدث إعادة تدوير وعملية روتيشن التي كنا شاهدناها منذ فترة من أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو إلى أسهم القيمة الآن؟ يعني هل يفكر المستثمر أن أسهم التكنولوجيا ستكون مستهدفة بالمزيد من الضرائب من قبل إدارة ديمقراطية؟ هذا حدث بالفعل محمد خلال العام المنصرم، كان هناك انتقائية من قبل المستثمرين لبعض الأسهم التي تستفيد من البانديميك بشكل كبير وتستفيد من حزم التحفيز بشكل كبير، لأنه في عندنا كمان العديد من يعني قراءة ISM مبارح أظهرت عندي المخزونات المرتفعة التي تشير إلى نشاط تصنيعي، ولكن أيضا انخفاض في الطلب في العديد من القطاعات، بالتالي الكثير من الشركات التي كانت تنتج ولكن لا يوجد طلب حقيقي في الأسواق، وبالتالي ذلك سيترجم في
البيانات الاقتصادية والمبيعات التجزئة أو معطيات الاقتصاد الجزئي سوف يظهر في الاقتصاد بشكل مباشر. بالتالي إعادة التدوير وإعادة التقييم مرة أخرى هي أمر وارد جدا في الفترة القادمة. من سيستفيد من الحزمة التحفيزية بشكل أكبر وكيف سيتم ترجمة ذلك مع وجود فيروس كورونا والفاكسينز وعملية الانتشار؟ العملية لا تزال لصالح المستثمرين الاتجاه نحو أصول ذات عوائد مرتفعة على حساب التوجه نحو السندات على سبيل المثال أو الأصول الآمنة بشكل أكبر، ولكن لا يوجد عوائد حقيقية. لا تزال أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها، ولا تزال البنوك المركزية تصر على إبقاء على السياسات السيرية لفترة طويلة وممتدة، بالتالي لا نية من امتصاص السيولة من الأسواق. أنا أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات.